في داخل الجسور الحديدية العائدة لهذه الشاحنة المخصصة لنقل السيارات ولتحمل لوحة لبنانية في منطقة المرج البقاعية، تم العثور على 60 لوحة ألومنيوم احتوت على 1,176,000 حبة كيبتاغون تقدر قيمتها بنحو 20 مليون دولار أمريكي بحسب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. والحبوب كانت معدة للتهريب إلى إحدى الدول العربية عبر الأراضي السورية، وهذه هي الدفعة الثانية من حبوب الكيبتاغون المضبوطة بعد ضبط السبت الماضي في بلدة سعد نايل 4,150,000 حبة كيبتاغون موضبة بنفس الطريقة في قضبان من الألومنيوم داخل جسور حديدية عائدة لست شاحنات. أما كيف أفشلت عملية التهريب الثانية، فقد توصلت التحقيقات مع الموقوفين التسعة في العملية الأولى إلى وجود شاحنة أخرى محملة بهذا النوع من الحبوب، فتم ضبطها وعثر في جسورها على الكيبتاغون وقد نقلت إلى محلة سعد نايل لاستكمال التحقيقات.